دعاؤه عليه السلام لدفع الوسوسة. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان زين العابدين عليه السلام يعوذ أهله بهذه العوذة ويعلمها خاصته، وقال: تضع يدك على فيك وتقول: بسم الله بسم الله بسم الله، وبصنع الله الذي أتقن كل شيء، إنه خبير بما يفعلون. ثم تقول: أسكن أيها الوجع، سألتك بالله ربي وربك ورب كل شيء، الذي سكن له ما في الليل والنهار، وهو السميع العليم، 7 مرات.